مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في مركز خليج السكاكين الثقافي. سعداء اليوم باستضافه توفيق روايه سن السيف حكايه سن السيف للاسير وليد بقى، وهي الروايه الثانيه بعد روايه سن السيف الموجهه لليافعين. هذا الحدث بالتعاون بتنظيم المؤسسه الثالث، وكمان تسعدنا في مركز خليج السكاكيني ايضا من هذا الاهتمام في ادب السجون والفن المتعلق بالسجون الفتره الاخيره في المركز بشكل خاص. قبل اسبوع كان عندنا معرض للاسير محمد العزيز عاطف بحاكي في رسومات قهوة عن مراحل مختلفة في الأسر. قبلها فترة كمان كان في عنا عرض للشراكة مع مؤسسة الضمير، لائحة التهام اللي هو بيتناول محطات مختلفة من الاعتقال الإداري وتبعاته، وهون نستذكر طبعا الإضرار اللي عم بقوموا فيه الأسرى في هذه الأيام. بتمنى عليكم كل التلفونات صامتة، وفي حال أي حدا اضطر إنه يرد على التلفون فإنه ينزل لتحت لأنه الصوت كله بيكون بالقاعة. رح يكون معنا اليوم الدكتور عبد الرحيم الشيخ، رح يكون عندنا كمان مداخلة للأسير الحرم وليد بقى، رح تكون زوجة الأسير سماء سلامة معنا، وأكيد ميلاد للتوقيع للكتاب. نتمنى تستمتعوا في هاي الأسئلة ويذكروني للأسف ما كنت أخذ عبد المتابعين. نتمنى تستمتعوا في هاي الأسئلة ويذكروني. فهل بعدها
هذا القول هناك معنى من حديثه عن مشاريع اقتصادية بديلة لمشروع الحرية. وربما قال قولا آخر: لا حرية بدون تضحية. وأقول هنا الحرية للفلسطينيين وليس تحرير فلسطين. الحرية قيمة والتحرير وسيلة. الحرية بصفتها قيمة غير خاضعة لسياسات موازين القوى، ومن طبيعتها أننا غير قابلة للمساومة. فإما حرية وإما عبودية. لا يوجد نصف حرية أو ربع حرية، بينما تحرير الوطن خضع لحساسات موازين القوى والمساومة، فكان بالنتيجة أقل من ربع وطن افتراضي على الورق. إن الحرية كقيمة عندما تتمثلها الأجيال وهي الشرط الضروري لحماية التحرير حتى يتطابق مع روايتنا التاريخية. وإن عقدنا بعض المساومات المشروعة تبقى الحرية هي الضمانة والمعيار لمشروعية هذه المساومات. لقد حان الوقت لأن تكون الحرية الثابت الوطني لأجل التعبير لحماية روايتنا التاريخية. في السجن عقلها نفق تجوز به وطنك دون أن تحتفظ بموازين القوى بحواجزهم وجدرانهم وسجونهم، حتى وإن كنت فيما يسمونها سجونا أو أقسام الخزنة. ففي الوقت الذي كنت أطبت السطور الأولى لحكاية سر السيف، كان في القسم المجاور لقسمي ستة أبطال يكتبون حكاية سر آخر، حكاية سر النفق. فلهم تحية ولهم ولخليل العوربي أرسي هذا الإطلاق. شكرا لكم مرة أخرى، شكرا لإصغائكم. في سنتين 2008 و2011 رفضت محكمة الناصرة طلبا للأسير وليد دقة للقاء زوجته سناء سلامه التي تزوجها في السجن. وكان الأسير يطلب حقه في الحياة والحب والإنجاب. عللت المحكمة الإسرائيلية رفضها للطلبين بأن هذا اللقاء يشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي. لكن ميلاد طفلة وليد وسناء استطاعت التسلل من بين قربان السجن نطفة استولدت الحياة منها حياة لها. ولقد فهمت من الأصدقاء أن ميلاد ستكون معنا في هذا اللقاء. انظروا إلى عيني هذه الطفلة وسترون أن المحكمة الإسرائيلية كانت على حق في خوفها. فأكثر ما يخيف المحتلين والطغاة هو العيون التي تشرق فيها الحياة. اسمحوا لي أيتها السيدات والسادة أن أبدأ كلمتي بتوجيه تحية حب إلى ميلاد. فزمن الولادات تخطى الزمن الموازي، لأنه صار نقطة لقاء بين الكتابة والحب. فالكتابة هي ابنة الحب، والحب هو ما يجعل من فلسطين نصا متعدد الاحتمالات. ربما احتفظ وليد وسناء بسر النطفة لفترة ما، لكنهما لم يستطيعا الاحتفاظ بسر الحمل طويلا. أما الولادة
فلم تكن سرا. وهذا لا يعود فقط إلى الاستحالة المادية ولا إلى قرار الزوجين في إعلانه كموقف، بل أيضا إلى دلالات كلمة سر نفسها. فالسر في علم البديع من الغضاب، والغضاب كناية عن مشترك لطيف يتجلى في احتواء الكلمة الواحدة على معنيين مشتركين في اللفظ متضادين في المعنى. كلمة سر تعني المخفي والمعلن، وعلينا استكشاف أحد هذين المعنيين من السياق. الأضداد تشبه الطباق، لكنها ليست طباقا، فالطباق واضح في إشارته إلى التضاد. أما الأضداد فتختزن في داخلها المعاني المتناقضة. هكذا قرأت كتابي وليد آر سر الزيت وسر السيف. فالبنية الضدية في كلمة سر ليست استبدادية، ذلك بأن الإخفاء يتدرج من أجل الوصول إلى الإظهار، كأن الضدين ينصهران معا من أجل اكتناه مسارات الحكاية ومعانيها. ثلاثة أسئلة استوقفتني في هذين الكتابين. السؤال الأول هو النوع، هل هي قصص أم حكايات؟ شعرت بأن هناك شيئا ناقصا في تعريف النوع، وتساءلت لماذا لا نستخدم الكلمة العامية في تحديدها؟ ففي اللهجة الفلسطينية تستخدم كلمة خراليف وخرافية، فنقول خرف كي نصف ما يقول به الرب. لماذا لا نهمل لغتنا بهذا التعريف العامي الذي يجسد نوعا خاصا من القص، يمزج الخيال بالحقيقة ويستنبط الخرافة والأسطورة من الحاضر؟ السؤال الثاني هو في الكلمة التعريفية التي وضعها منظمو هذا اللقاء لتحديد المتلقي، فقد وصف نص سر السيف بأنه حكاية للفتيان. وهنا تساءلت، هل هذا الوصف صحيح؟ وإذا كان كذلك فلماذا سحرني هذا الكتاب وجعلني أصدق كل كلمة فيه؟ قصد هذين الكتابين هو التوجه إلى الفتيان، لكن الأدب لا عمر له، إنه أدب شعبي ورفيع في الآن نفسه، ولذلك فإنه يخاطب الأعمار كافة. هل كتب أذوق أو بليم أو المقفع للأطفال أو اليافعين؟ الجواب الذي يقدمه تاريخ الأدب هو كلا، فهذه النصوص كتبت للقراء. أما لذلك لماذا تستخدم اليوم كأدب أطفال أو أدب يافعين؟ فهذا سر الخرافية الكامنة في قدرتها على مزج الوعي باللاوعي والظاهر بالباطن. أما السؤال الثالث فليس سؤالا، إنه ملاحظة تتخذ شكل السؤال. الإنسان الفرد أسير الزمن، يكبر ويهرم ويموت. أما زمن الأدب فمختلف، فالأدب يزداد شبابا مع الزمن، بل أجر على القول إنه يختزل في داخله الأعمار كلها من الأهولة إلى الطفولة. في سري الزيت والسيف نعثر على سر كاتب هذين النصين، فهو كاتب يصنع من الخرافية تورية لآلامه وأحلامه. وليد دقة تحرر من السجن من زمان، وربما هو غيرنا الآن، لكنه مختفي خلف الزيت السري الذي سال من كلماته.
وينتظر اللحظة المناسبة كي ينتقل من الإخفاء إلى الإظهار. وهذا الانتقال ليس لحظة فردية، بل هو الحق وقد تحول حقيقة. لعبة وليد دقة في الكتابين واضحة المعاني، وهي تتشكل في ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو العلاقة بين الظاهر والباطن، انطلاقا من لعبة الأضداد في كلمة سر. وهذا ما علمته الزيتونة المعمرة أم رومي حين قالت: ظاهر السر إخفاء وباطنه إظهار. هذه العلاقة تختزن سحر الحكاية أو الخرافية وقدرتها على التوغل في المعاناة الإنسانية انطلاقا من الحاضر الفلسطيني. المستوى الثاني هو إدخال الحيوانات الأليفة كلاعب أساسي، قط يتكلم وحمار يعبر وكلب يقاوم وعصفور يستطلع. أصدقاء جود هؤلاء هم المتخيل وقد صار حقيقة. نشعر بأننا مع ابن المقفع وقد تحرر من فصاحته العباسية، أو أننا نتجول في ليالي شهرزاد بعدما تخلت عن متوالياتها. وتصل الحكاية إلى ذروتيها مع الزيتون الرومي التي خبأت زيتها كي يكون مدخلا إلى المعرفة والحرية وبابا إلى حكايات الأسرى، ومع سيف الحج صالح النصار وقد تحول مفتاحا لذاكرة للنكبة واللجوء، وسيفا لحق العودة الذي لا يموت. المستوى الثالث هو الغرابة والعجائبية، اللتان تشكلان متن السرد. العجيب والغريب يحرران النص من اللحظة السياسية المباشرة، ويدخلان في العلاقة الغامضة بين الوعي واللاوعي التي تشكل جوهر لعبة الحكاية الخرافية. نحن في فلسطين في القرية والسجن، نلتقي بالأسرى ونستمع إلى حكايات الجدة فريدة، لكننا نجوب مع السرد العجائبي في عوالم غريبة تسحرنا وتجعل من فلسطين حكاية كونية، فينقلنا المجاز إلى آفاق إنسانية تتخطى المكان والزمان. النزول إلى الخابية في قرية قابون لا يقل غرابة عن لعبة الهاتف النقال في السجن. ننتقل من الحاضر إلى الماضي، فيحضر الماضي ويصير الحاضر الموجع ماضيا. أم رومي روت ولم تعرف، وجود اكتشف ولم نطع. الطبيعة امتداد للروح، فالكاتب لا يؤنسن الطبيعة والحيوانات، بل ينطلق من أنها تشكل جزءا من الطبيعة الإنسانية، ذلك بأن الإنسان جزء من الطبيعة وهي جزء منه. العلاقة بالأرض وكائناتها دخلت الأدب العربي المعاصر من بوابة فلسطين، وما قام ويقوم به وليد دقة ليس في هذين الكتابين فقط، بل في مجمل أعماله الفكرية والأدبية أيضا، هو قدرته على تجديد هذه العلاقة واكتشاف آفاقها غير المحدودة. بعد سر الزيت أي سر الأسرى، وسر السيف أي سر الهجين، ماذا يخبئ لنا وليد دقة في سر الطيف؟ وهو الكتاب الثالث الذي سيختتم به هذه الثلاثية. لا أعرف جواب عن هذا السؤال، لكن ما أعرفه هو أن أطياف الأحبة الشهداء تعيش معنا في هذا الألم
الذي لا ينتهي. كيف نستطيع أن نحكي معها ونروي حكاياتها؟ هذا هو السر الثالث الذي ننتظره كي يكتمل فينا السر الفلسطيني. وشكرا. وهناك الضبع
لا يفترض لنفسه ان يكون وكيلا لجيش العدو وان يقوم بمهماته، وهو رائحه ندمه ويجب ان تنظر اليه في عينه والا ضبعت وقالت الى حيث هو حيث ينظر لي كيف تكون وكاله جيش العدو. وبالتالي اعتقد ان مقوله ان الاسرى ليسوا الاسرى مش اساطير مش ابطال ويجب ان نغلق خطاب الانسنه، انا اعتقد ان هذا نقيض خطاب الانسنه. كتابه اسطوره الاسرى هي واجب من ليس اسيرا، والشهاده عليها هي اعظم شهاده يمكن ان تفكر، لا ان تنفي الاسطوره عن واقع الاسطوره. على اي حال هذه النقطه. النقطه الثانيه تتعلق يعني معظم ربما يعرف وخاصة الأسرى ومن يشتغلون في مؤسسات الأسرى كيف تنتج النصوص في السجون، ولكن يبدو لي من قصة حكاية سر السيف التي أنجزها وليد تقى في العام 2018 في خريف العام 2018 في سجن جلبوع في لسان المحتلة، هذه الحكاية دخلت أطوار وأطوار من الكتابة والتوضيح أو الإرسال إلى سجون أخرى لتصوير بعضها وضياع الصورة وتحرير جزء من النصوص، تحرير مش معنى الإبت معنى الخروج من السجن، وبعض التسجيلات الصوتية إلى أن جمع وأرسل ثانية للأسير المتلقى وعاد النظر فيها، ومن ثم أخرجها بنفس الطريقة. وعندما اكتملت الصورة يحضرني مجاز عالم الفلك الذي يشتغل بالتلسكوب بدائي جدا، تجمع الصور، تجمع التسجيلات، تجمع النسخ المختلفه، ومن ثم تكتمل الصور. فيبدو وليد دقه او حسام شاهين او كميل ابو حنيش او اي من كتابنا العظام في السجن وكانه مجره بعيده، يصلك النص، يصلك هذا الخبر بعد اوقات ضوئيه، ساعات، سنوات واكثر. بالتالي عمليه انتاج هذا النوع من الادب تحديدا او من الكتابه تحديدا وانتاج كتابات الاسرى بشكل عام تخضع لهذه العمليه المرعبه. اشار الاستاذ ياسور الى ثلاثيه اليافعين وتحفظ على التصنيف الادبي، ولكن قبل الحديث عن الثلاثيه انا يشرفني ان اكون حبه رمل في محارب المنطقه خلال الجوار وتطوير الكتابة، ولكن وليد بدأ في كتابة سر الزيت في سجن جلبوع، هذه النصوص ثلاث أنجزت في سجن جلبوع في الإسلام المحتلة، بدأ في كتابة سر الزيت في صيف 2000 أو انتهى المعركة في صيف 2017، وتناول وهذه القصة كما تعلمون لمن قرأها ولمن لم يقرأها، تتناول حكاية الفتى جود البطل المستمر كالعودة المستمرة حكاية الفتى الجنود الذي تمكن باستخدام الزيت الذي حصل عليه من الجزيرة المصري من النزول من الوصول إلى والده في السجن لأنه ممنوع من الزيارة لأنه يشكل خطر أمني زي الميلاد. وهو أيضا طفل ناتج عن نطفة محددة. في الرواية الثانية أو الحكاية الثانية يستكمل هذه الحكاية ويتمكن من الحصول على كواشيم حجر الارض من بلد اهله الاصليه المطهره في الفاطميه. وهذا يتحدث بشكل اساسي عن تحقيق العرض وليس فقط حق العرض. الجزء الثالث الذي بدا بانتاجه والعمل عليه ومن كيس الطيب وهي تتناول الشهداء في عنوان فرعي او عنوان اول شهداء يعودون الى رام الله. ليس كل الشهداء وانما تحديدا شهداء الثلاجات شهداء الاصل التسعه وشهداء مضاربه البحر يعودون لتصفيه الحساب مع من ليسوا شهداء. هذه الثلاثيه تشكل او تعالج او تستدعي ما بات من اهتمام بالجغرافيات المهمشة في الوطن الفلسطيني وهي الجغرافيات الأسمى والأعلى السجن و
والمهيئة والمقتل. يعني بالنسبة لنقطة ذلك بخصوص النوع الأدبي، أنا أعتقد أن بما أن وليتبقى اختار نوع الكتابة لليافعين وهي كتابة لليافعين فلا حرج في ذلك، ولكن الدور على القارئ والناقد أن يؤثر هذا النوع الأدبي، لأن باعتقادي ليس هناك مشكلة في تصنيف هذه الكتابات على أنها لليافعين، ولكن أعتقد أنها كتابة مختلفة وليافعين مختلفين. تنقل موضع الكتابة اليافعين في فلسطين إلى مستوى آخر. الكتابة اليافعين كان يستخدم كوسيلة لإنتاج فلسطين جديدة، لإنتاج أطفال لا يقرون في الحال الوطني، تخفيف للمصطلحات، يعني هي ديكابيليشن لكل شيء. ولذلك يدعس إلى أبعد من ذلك ويحيل كتابة اليافعين إلى لعبة بيت البيوت، ولكن هي بيت البيوت على عكس السياسة الفلسطينية. احنا عندنا بيت البيوت على مستوى القارة. بيت البيوت الدولة وبيت البيوت الحصار الأحمر وجيش وعسكر وأجهزة أمنية وقرارية وخطابات الأمم المتحدة، بيت البيوت كأنه دولة كأنه جيش كأنه أمريكا كأنه حكومة كأنه مدينة كأنه عاصمة. ولكن وليد ذكر يذهب إلى مستوى ليس المستوى البرجوي بيت البيوت السياسي، وإنما بيت البيوت لأطفال يحاكون أطفال ملتزمين بقضايا شعب. طفل محروم من الزيارة يسعى إلى زيارة، عبد حليف إلى زيارة، طفل لا يعرف بلده يسعى إلى معرفة خارج طريق بلده، سواء الحكايات النمومة أو حكايات الحاجة مريضة التي تحمل اسمها والد السيد بكر، ويعرف الحواجز ويعرف الجي بي اس ويعرف كيف يبحث عن تاريخ باقون الى اخره الى اخره. وبالتالي هذه بيت البيوت تعلم الاطفال طرق السجون وطرق المقابر وطرق العوده من المخيم الى البلد الاصلي. طبعا خط القصص الحكايه انا يعني ليس مطلوبا مني ايجاز الحكايه، امل ان يتمكن الجميع من لا عليها، ولكن باختصار الحكايه تتحدث عن استكمال ما حدث في الجزء الاول من هذه الكتابيه حكايه سر البيت. الواقع خلال اسرائيلي، وانا اقول اسرائيلي لانه مرات قليل بيكون في الاسرائيلي عن النصر، نتيجه لتحريرات مختلفه للنصر واحتلال اسرائيلي صهيوني مجرم. هذا الطفل الذي زار والده في السجن تلاحقه قوات الاحتلال ويتحول الى مقارب عمره اقل من 16 سنه ويترفع في الصفوف بشكل سريع ويدخل الجامعه بشكل سريع ويبدا تجاربه في الكيمياء والانشاء للتعرف على ابعاد جديده للسجن. وهنا تبدا قوات الاحتلال بملاحظته. طبعا النبوه ترفع ومن ثم تبدا حكايه سر السيف من احد ابناء عمومته يشتري له والده على ما يبدو من الفرقه، لان الناس مرات كثير اشياء واسلحه وبعض السيوف تضيع لسيف ابو سته تعرفوا عليه الموجود في بيت احد المستوطنين واحد من المستوطنات المكه. قصه طويله سيف ابو سته. السيف صالح النصار هو ايضا على ما يبدو كان مصير زي مصير سيد أبو ستة، وتم شراره من محل في سوق خان الزيت في القدس القديمة، وهذه الجدة التي فقدت ذاكرتها أو أصيبت بمرض النسيان حتى تعبير الرواية تعرفت على السيف، تعرفت على النقش الذي على السيف وهو يعني النقش اللي على السيف يمثل مشهد مصدر من يعني لفاقون لمشهديه فاقون، وهو بمثابه سر لصالح النصارى صاحب هذا السيف. وهذا السيف يفتح الخابيه والخابيه فيها الكنز والكنز وتواشين الارض وجرار اضافيه للجرير المصري اللي بتنتج الزيت اللي بتفتي الناس او تخفي الاطفال وتقدر يتجاوزوا على اي حال انه على فاقون يكون في
المطار التام بين الآخرة جدة فريدة ومشهدية بلدة طارقون لدرجة أن الأطفال نفسهم يقولون كأن الماشين بذلك جدة يحصلوا على الكراشين وعلى 5 دولار من الجزيرة المصري ويعودوا في أدراجهم إلى هذه الحاجة ويقدموا معهم أيضا دنيا للحاجة. هذه اللعبة التي حرمت منها كناية عن أن هذا الاحتلال للوحش الإسرائيلي الصهيوني. لما أقول إسرائيلي لأن لازم يكتب اسم إسرائيلي دائما في أينما ورد. لازم نلتزم بحرفية كتابات أسرى كما ترى. يعيدوا هذه الكواشين والحاجة تتعرف حاجة هذه تتعرف على دنيتها ويقرر هؤلاء الأطفال أو تحفها الأطفال لإظهار الحق إلى أصحابه. وبالتالي انشروا هذه الكواشين. على أي حال حتى لا أضيف آخر كلمتين أو ثلاث سريعا أعتقد أن هذه الرواية أو هذه الحكاية تراوح بين الواقع والغرائز وأشرت إلى بعض المرجعيات المعروفة التي لدينا مثل حاجة فريدة مثل صارت النصار مثل علي جد وليد والدته ولكن أيضا من جهة أخرى لدينا الكائنات التي تتحدث إلى آخره ولكن الحاضر الأكبر واقعيا يعني الواقعي هو الخيالي الأخير بس الخيالي هو الحاضر الدارويش يعني الخيالي هو الواقعي وليد ذكر لديه سيرة ذاتية برسم الاكتمال الحاضر الأكبر هو الدكتور ليش نروح على التفاصيل كل هذا التفاصيل البشر ليس تفاصيل ولكن المكان الذي ولد فيه البشر وأجلي عنه البشر وخفر عنه البشر تكون حاضرة بكل فشلها في هذه الرواية وكل مشهدها يصفها وليد في نصه الذي برسم النشر عنوان مبدا رايحين الشباب في المقاصة الصفحة الدولة العربية هاي طريقة قطعوها الأطفال في 4 أضعاف أخفت بس أرض امتدت على شاطئ المتوسط جنوب غرب وادي الحوارج يفصلها عن البحر طريق الساحل القديم شرشة الطيارات أخضر ممتد من الغرب إلى الشرق غطى وسطها فبانت أكتافها تبان رملية وبدت كأنها خلعت ملابسها ونامت على بطنها تعرض بالرسل لها لشمس الغروب فأفضل ذات الشرشف يسكر على الركب وجدي علي كان يبدو مع أبنائه 4 وبناته 6 الذي كانت أمي فريدة لهم جهدا استثنائيا لواري بقية الجسد 4 ويبشي البطيخ والشمان وباقي المزروعات الموسمية لكنه ظل غطاء موسميا مؤقتا كملكيته للارض فلم يملك ثمن الارض ولا ثمن اشكال الشجر وضمن جدي 4 من جون فرانك ملك الجدي جون فرانك هو الصهيوني المستوطن اللي اخذ الارض بعد ان تشارك مع ابي الذي زوجه ابنته بالتكاليف كلاهما كان يحاولان ربما ان يوري عبره لجوئنا رغم أننا بقينا بعد النكبة في سجون الوطن ولم نبتعد كثيرا فقدرنا لاجئين في وطننا بعد أن فقدنا ملكية أرض ماشية والحوارج قريبا من هناك. لم نكن مواطنين في الدولة الجديدة ولا لاجئين تماما، كنا بين الساحل والجبل نشبه أرض عقب، ننقذ مركزي الخرطوم. فلا نحن بخشونة كبر الجبل وطينه ولا نعوم برمل البحر. تربة أرض عطر قليل بين رمل جملته ريف الغرب وطين جرفه سيل الوادي القادم من الشرق وجدي مزيد من كليهما يبدو لك كدرا تحكما خشنا وما ان تلامس الفلاح فيه حتى يتفتت بين يديك انسانا ويسارك الرمل بين اصابع اقاليم النجاه المزاد وفيك القلب يكسو على جدتي حين تسافر في اعداد الطعام للرقم حين تتاخر عن اعداد الطعام للرعاه ويسهر قلقا عليها حين تصاب بالحمى هكذا كان جدي هجينا في سلوكه هجانا في اصله فلم يكن بدويا رحالا يعتاش في تربيه على تربيه الماشيه ورعايتها ولا فلاحا لا يعمل الا بالارض ولا ياكل الا من ثمره يبدو ان تسميتها الهجانه التي اطلقت علينا قد يكون مصدرها هجين اي مزيج
من أصلين البداوة والبلاء والفلاح اللتين كنا ننتمي إلى كليهما بنفس المقدار، وربما جاءت التسمية من هجانة الإبل أو هجانة الإبل، فجئنا من بلد الصحراء ولما تعبنا من الترحال استقررنا في هذه البقعة في الأرض السفلى. وجدي الذي ينقش الأرض من شروق الشمس حتى مغيبها ليمنحها وجها جديدا كان يحاول أن يثبت ملكيته للأرض بعد أن فقدنا الوطن، فصار النقش لنا صناعة للهوية. من هنا تأتي مركزية الأرض. هذه الرواية هي رواية الأرض ورواية عودة إلى الأرض، وليست رواية فقط للإمتاع. وفي الملاحظة ما قبل الأخيرة سأتحدث قليلا عن هذه النقطة، ولكن حتى لا أطيل، أثناء دراسته في الجامعة في جيل المبكرة جود اكتشف أن أبحاث الكيمياء والجيزياء غير مجدية وحدها، وأنه كان الأوان لأبحاث الأخلاق والتاريخ أو التاريخ والأخلاق حسب الترتيب. سأذهب إلى الخاتمة حتى أتجنب التفصيلات الإضافية. تنتهي هذه الرواية بالمقولة التي نشرت كدعوة لهذه الفعالية في ذكرى النكبة، وفي ساعة متأخرة من مساء يوم 15/5 شرد في سماء القرى والمدن الفلسطينية المهجرة مئات البيانات والطائرات الورقية المضيئة والقمع. نشرت بعض المواقع الإلكترونية بأن مئات الأطفال نجحوا بتجاوز الحدود ووصلوا قراهم ومدنها، وقد أطلق على هذا الجراء مثل الذاكرة الذي لا ينسى. يقالي أن السؤال الأساسي الآن أين السيف؟ ما هو دور السيف؟ طبعاً الدور التقني للسيف أن السيف هو مفتاح سري، ومفتاح أشكال مختلفة منها السيف. ولكن أنا أعتقد أن المقولة الأساسية هنا أن وليد دابا لم يقبل منطق مضيفنا أو نقد مضيفنا، نقول ترويج بسيط الحقيقة والشأن في نقد الخطاب الاستسلام وتسليم المفاتيح وأن كل شيء معد لنا سلفا فلماذا تكون التطور يا ملك الاعتبار. النص يقول لم نستطع أن نفك الحصار فلنسلم مفاتيح فردوسنا لرسول السلام وننجو. بالحقيقة وجهان كان الشعار المقدس سيفا لنا وعلينا، فماذا فعلت بقلعتنا قبل هذا النهار؟ لم تقاتل لأنك تخشى الشهادة، لكن عرشك نعش تحمل النعش لتقبض العرش يا ملك الاعتبار. هذا النص وليد دكر ببساطة يحتج عليه، يقولنا السيف مفتاح العودة. وأن يصف